الالاف من شبابنا قاعد يهجر بطريقه غير شرعيه ويعرض في روحه للخطر. مو خطر اللي شادين المناصب ومسؤوليه البلاد هم ماهمش قايمين بواجبهم، ما عندهمش برنامج. رئيس دوله ما عندوش برنامج، رئيس حكومه كيف كيف، الاحزاب كلها اللي تدعي بروحها حاكمه، وكالنواب قاعدين معناها يتكلموا وكاك نهار الكل ويتعاركوا في وسط البرلمان، وما همش خمين استراتيجية كيفاش على المشاكل الاقتصادية والاجتماعية اللي قاعدة صايرة في البلاد، ونهار الكل يحكونا بك اللغة الصعيبة، هاي كتلة الأجور مرتفعة، هاو الميزان التجاري دركي فيه، هاو عجلة التنمية، هاو درشنية حاصيله نهار الكل جيب من الخابية وحط في الجابية وما فهم حتى شيء، ما فهم حتى شيء. ولهذا بالطبيعة مدام تكثر البطالة بالطبيعة باش يهاجروا من البلاد، اش باش يقعد يعمل لهنا؟ مدام تنهار في الهجرة؟ أنا هاجرت وباش نعاود نهاجر مرة أخرى. العمر هذا تقام في الهجرة؟ نزلت نقاوم نحمم باش نعاود نهاجر مرة أخرى. خاطر البلاد هذية اللي مش شعبها باهي، فهمتني؟ أما الحكام نتاعهم ماهمش باهيين. حكامها يخموا كان في مصالحهم هما وما يخموش في هالشعب هذايا وفي ما يحبوش بلادهم. انا نقولها لهم معناها نسالهم، هل اللي معناها عندهم البوفوار نتاع باش يوصلوا يتحكموا في البلاد، علاش ما تنحيوش هك المقوله اللي قالها ابن خلدون؟ احنا مانا احفاد ابن خلدون، قال وافق او نافق او هاجر البلاد. احنا يلزمنا نوقفوه هالنزيف هذايا، علاش نوافق على النفاق اللي نحن نعيشوا فيه؟ وعلاش باش نهاجر؟ ما بلادي اولى بيا، ماني نخدم بلادي خير. واحد يلزوك بالسيف باش تهاجر، كفاءاتنا هكا قاعده تهاجر. الطب نتاعنا قاعدين يهاجروا، الاساتذه نتاعنا قاعدين يهاجروا، شكون باش يقعد فيها البلاد؟ باش تقعدوا فيها انتوما اللي شادين معناها عندكم استراتيجيه ونهار الكل تحكيونا بك اللغه الصعيبه، هاي كتله الاجور، هاو الميزان التجاري، هاو باش نحطوا عجله التنميه هكا، وكل واحد يبدا يتفلسف علينا. معناها عندنا الناس هذوما اللي شادينها السياسيين هذوما قاعدين كان يتكلموا كان على معناها الفراغ ويعطيوا في الاوهام، ما عندهمش حتى برنامج. نزيد نعاودها ونقولها، ما عندكمش حتى برنامج. البرنامج نتاعكم باش تخلوها البلاد وبعد تهجوا انتوما تخرجوا منها وتخلوها لنا خراب وكهو. الهجرة الغير شرعية موجودة تقريبا من الثمانينيات والسبعينيات والتسعينيات وما زالت متواصلة لحد اللحظة. في رأيك مش شبابنا يحب اللقمة الباردة ويحب يغادر؟ لا لا لا، ولا لا لا. الوضع يلزك اليوم انك لا لا لا, لا, لا. ما تحكيش هكايا، فما حاجات تجبر. هي حتى في البلدان الاوروبيه فما ناس قاعده تهاجر لامريكا لهذه الساعه. انا خرجت لبرا وعرضتني واحده فرنسويه في الدنمارك عام 96، وين ماشيه؟ قالت لي ماشيه لكندا. اش بها فرنسا؟ قالت لي فديت من فرنسا، نحب نمشي نعيش في كندا. معناها الهجره هذه معناها موجوده في الانسان، يحب يهاجر. هو الانسان وصل حتى خرج للقمره ويحب يوصل للمريخ. هي معناها الهجرة موجودة في القاعدة الإنسانية. نحن نحكيه على الهجرة معناها بالسيف عليك، معناها بالسيف يلزمك تهاجر، خاطر ما عندك حتى شيء لهنا. حتى كان باش تعمل مشروع ولا باش تخدمه ما تصور حتى شيء، ما تلقاش معناها سبيطار باهي باش تداوي فيه، ما تلقاش مكتب باهي باش تقرا فيه لأولادك يقراو فيه، ما تلقاش كار باش تتنقل بها من المنطقة اللي تسكن فيها المنطقة اللي تخدم فيها. معناها حالة كارثية. البنية التحتية ما تشوف فيها ديما تصب علينا مطرة، نصبحوا في الفيضانات، وهذاك هو والحبل على الجرار، ما يتغير حتى شيء. وشكون المسؤول؟ مش باش يتغير؟ ما يتغيرش. نقولها صراحة، خاطر هذوما ما يحبوش بلادهم، ما يحبوش بلادهم. كان جاوا عندهم يحبوا بلادهم، عندهم هكا الروح الوطنية اللي يغيروا على البلاد، معناها كيما يشوف في داره كيما في الشارع، ما يهزش ويلوح البونته تاع السيجار ويحطها في البوباله، يبدا يحس هكايا يغير عليها البلاد هذيا. تو نوليو لاباس علينا من القمه وانت هابط. الشعب لا لاباس عليه، الشعب اموره مريقله منضبط وقاعد يعلم في العالم.
على على على, على, على الحضاره ولا الدرسنيه. ها ما هكا ولا لا؟ شعب تونس متحضر، قال لك 3000 سنه حضاره. اما انتم يا اللي شادين المناصب واللي شادين الكراسي يلزكم تفيقوا على رواحكم. احشموا اخوي، احشموا على رواحكم يا اخي. وقتها يا اخوي ما عندكش ما عندكش برنامج، ما عندك حتى شيء، خلي بلاستيك لغيرك، خلي نخدموا هالبلاد هذه. المشكله واضحه، ما هذا فماش افاق في البلاد هذاك، علاش معناتها السبل الكل مسكره قدامه، ما فماش وعود كاذبه نتاع السياسيين. السياسيين هاكم ما حد يمركي في النهار وكهو، هو يحب يشوف اخر حل ليه هاكو يمشي يعمل الحرقه وكهو. الناس ما الحل اليوم؟ لا ماهيش حل، هي ما ينزلك على المر كان لا مر منه وكهو. هذوما السياسيين ماهمش في المستوى ظهرهم. عدد الشباب اللي غرقوا في البحر ونعرفوا المفقودين وغيرهم، لكن تونسي بالرغم من هذا مازال يبنتر بلغتنا العاميه وقاعد يهجر. علاش؟ قاعد شبي؟ قاعد يهجر، نعرفوا اللي برشا ماتوا برشا غرقوا وغيرها. اي خير يهجر خير، خاطر مش يقعد لهنا، مش يتلز، مش يعمل حاجات، ومش تراسيلو تتبعات عدليه وتراسيلو في السجن. عاد يقول لك سجن رحبة في أوروبا خير من سجن لهنا، هو بطبيعته في سجن. علاش؟ خاطر البتلة تعمل البتلة، راهي ناس فدت، ناس وعود، ناس بشهيدها مساكن، ناس تقرب ولديهم صرفوا عليهم، في الأخير يلقى روحه مسكين، فهمتني؟ الناس دخلوا فيها بالمعارف، فهمتني؟ يجي من تالي يدخل هو يخدم، والآخر مساكن اللي يعلم به ربي من أبوه ما عاد كيفاش يعمل سنين ومال. إلا غالب منو جاية بتاع البطالة يمشي يحرق. خويا يقول لك نموت مكان نجاح، أنا مش نفرح والدي معايا، كان عملت فما حاجة، كان هاكو ربي هزمنت. كلهم أوروبا اليوم؟ يا خويا على حساب هذايا أنا معاه، مع الفكرة هذا. شنو الفكرة؟ يمشي خويا سبحان الله، دوك تزهلوا خويا الأيام، تزهلوا خويا يمشي، هو ما لقاش شيء في بلاده، يحب يخدم في بلاده، ما يخدموهوش مسكين، يمشي تردوه، يمشي قبل ولا ما يخليهوش. شبيك خويا العزيز راهو بشهادك خويا يخدم بناي مساكن، يخدم صلاح قهوجي، يزف المرمى، علاه مسكين؟ سي نورمال باش يعلم يعني بربي بوز طاح جلته ولد مشكلوا فيه، سي نورمال باش يخمم، يحب يحسن، يحب يدخل يديه يلقى فلوس. خويا العزيز يا خويا انا خويا معاه خويا. مش حل ابار الهجرة؟ وين الحل؟ ما خلص تو متعاركوا خليك مجلس الكعبات تحكي عليك، فماش هم يجي يحكوا معارك مساكن. هاك شفت اخرتها مخلوف شو عمل الحكايه الاخراني اللي تعاركوا ديجاج عيطوا له واحد كذا. الناس بتاعنا خويا ناس مساكن الكبار، شوف خويا ناس موتوا بالشر برا هاكو عاملين قواتن برا. اطلع شوف خويا وشوف بعينيك. ناس تطلب توا خويا، تطلب شنو خويا؟ الوقت يقعدوا فيها من بعد يقول لك البلاد ما فيهاش فلوس، البلاد داخله في كريز وجات مع الكورونا، يعملوا في حاجات. انا بصراحه يحب يعملوا البوز معناها حاسه الحكومه معناها خويا مشيت تونس. انا كلمتي الاخرى مشيت تونس. ليش مشيت؟ علاش يعني حاسك هكا ماكش متباع؟ بلاد انا معناتها من جيل لجيل، انا مش معناتها خدت على الجيل. انا كنا عايشين لاباس علينا، الجار السلميه كانت قبل عنا، تدق الباب يمد لك عشاك. فماش هجره في التسعينات والثمانينات؟ فما اما لا لكن العباد كونت اللي تو تو مثلا فهم اللي مات، فهم اللي بس عليه بداره وكرهبته، فهم مشى كندا مشى ليبيا. اش بيك؟ انا بابا خدم في ليبيا في سبه الله يرحمه، ما زاد كون روح طبك ليبيا نحكي لك انا، سبه فلوس ما فلوس نحكي لك انا. شنو اخوي؟ انا اخوي معاه شو تخليهم سيك راجل والي ما يحبش يقابلهم يقعدون برا. مشي الوالد شنو الوالد عبارة رئيس بريزيدون خويا، انت في المنطقه هذيك يلزمك باش تسمعني باش تاخذ قبل لازم يدزوا فيهم حرام عليه. بعد يبدا يخبي يطلع عليهم من فوق، علاش؟ علاه يبعث ثلاث نجوم وزوج نجوم بعد يقول له برا خويا مش انا والي اورينيو سي نورمال باش يهجوا باش يحرقوا باش امه تبيع اللي وراها. بعد تسمع ولده مسيك انت غرق ومات يا خويا، شنو تعمل؟ هاي امه تحت شنو اخويا؟ ومش نفس الحل كل عام من 2011 لتوا، اعطيني اش عملوا؟ 2011 لتوا شو احوال بلادك؟ شنو احوال بلادك؟ والله 2011 بخير بلادنا؟ والله يا خير، حتى كنا تحبوا تكره، حتى كنا عاملين عليه كنا بخير، مش 20 سنه ساكتين، لا كنا عايشين.
زوالو كنا عايشين، اللي خلص الضوء اللي خلص الملو، ناس تقضي وناس تمشي وتجي وتشوطوا على بعضها وناس تروحوا ونفهموا، ناس تعرسوا والحمد لله لاقين، تقبل ديباسيت، إيه أنا ذمت، هذه تو هذه الحكومة شيخ دخل خرج قال له قيس سعيد دخل قال له شنو كنا ثقافة، شو كنا كل، لا الحكاية فين خويا، أنا خويا مع الناس خويا اللي يحب يمشي يحرق ويحب يمشي يهز خويا من أهل الفقر. انت فدت العباد بلغتنا نحن فدت العباد ما عاد مسكتهم مرا كبير تقول لك رجع لي بن علي هو ميت مرا كبيره في التلفزه مرا على بعد قلت لك رجع لي رجعوا لي بن علي مسك انت المو على المخ مشي حبا للمال حب للمال ما يهمنيش انا تجمع انا حتى شيء انا نحب تعال والدين وربي وانا تونسي حر انا حر انا ولد حومه شعبيه وربي يبارك لك عايش شكرا على مرورك معنا.